ملي كنقول لك فيه 18 عنده 18 سنه والدري كوزن 17 كيلو اه راه على ما ديال شنو راه بزاف يعني راه الدري راه ماشي لا راه بزاف هذا بزاف يعني بحال مات وحيا مشات مشات حياته كتمشات والحمد لله تعود التحيه من جديد. شوف 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 الفخذ ديالو شحال شوف بصبعي كما كيحطوا حكومه كيهزوا حكومه المرحله صافي مره كاع ما كاينش يدي الله الله قول يا ربي قول يا ربي يا ربي الشيف يا ربي الشيف يا ربي يا ربي يا ربي يعني ضحى بالمدرسه ديالو انقاد عن الدراسه وهاد السيد راه واخا نعطيو دم جوفنا صراحه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانا اليوم السي زكريا. إيه. هذا الوليد هذا أنا بغيت المغاربة كلهم يدعوا معاه بالشفاء لأنه الدري اللي مسكين اللي بحال الحياة ديالو مشات. راهي مشات فيها. حياته كتمشات والحمد لله تعود التحية من جديد. عاود التحية علاش؟ لأن الدري بالألم اللي عنده يعني ضحى بالمدرسة ديالو انقطع عن الدراسة. ما بقاش كيزيد الدري. ما بقاش كيزيد ما بقاش كيتحرك الحياه ديالو البسيطه الاغراض ديالو الشخصيه ما بقاش كيعديها والحمد لله دابا راه متبع معايا وراها تحيه من جديد وحنا دابا الحصه وربما الرابعه ولا الخامسه الرابعه ولا الخامسه دابا الخامسه هذه الخامسه ولكن راه هذا العم ديالو وغنقول لك شوف الا دويت انا وخلي العم ديالو هو يقول لك الحاله ديال الولد كيفاش كان قبله وبعد دابا صافي تنسى راه كيما هزو حكومه كما كيحطوا حكومه كيهزوا حكومه المرحله صافي مره كاع ما كاينش يدي تحمل يعني الاغراض ديالو الشخصيه ما كيديرش ما كاينهاش بالكل الوزن ديالو بحال هكا ما يقدرش يوقف لك حتى جوج دقائق صراحه والحمد لله لان هذا السيد الله يجعل في دربي خلصو هو استخلق هكا ولا كان لا بحال تعقد شويه مع المرض ومع شويه الضعف وشويه النفس فهمتي وشويه دار بزاف لان هذا السيد الله يجعل في دربي خلصو هذا السيد راه واخا نعطيو دم جوفنا صراحه السيد هذا اللي شافوا دابا حاليا اللي في البلاد كيقول لك سبحان الله السيد فين كان وفين الدين وريه لينا وريه لنا والله قسما من وراء العيد راه غادي يجيك واحد الكوكب ما عمركش كوكب طالع والله قسما مرحبا بيهم مرحبا بيهم مرحبا بيهم الحمد لله شحال العمر ديال 18 عام 18 عام سي زكريا وسي زكريا شحال انت كتعاني الدراسه وداك الشيء شحال انت كتعاني في المرض شحال انت عندك المرض عام قطعتي الدراسه صافي يعني بيتغلب الدري بحال هي شكرا ما تلاش كيدير في الدار شوف الدري هي اسم الحياه ديالو صافي صافي اشنو هو قال شنو قال صافي هذا هو اللي كيولي كيقول كحسيتي براسك الحمد لله مزيان ملي جيتي عندي في الاول مع دابا شو دابا شوف شحال شوف دابا راه كيوقف معانا هذيك النهار راه ما كانش كيوقف كنا راه كنبحني بحال والدري شوف والدري ماشي مشكل نهضر بالضغط ديالك ماشي مشكل شوف شوف عنده واحد الضعف هزيل بزاف الدري شوف شوف الفخذ ديالو شوف 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 الفخذ ديالو شحال شوف بصبعي وراه كان الدري كان عنده واحد الوزن عادي في الصور ديالو تراجع بشكل مهول وعنده هنايا بحال عنده مشكل ديال ما بقاش الجسد ديالو ما بقاش خدام دابا السي برقوق غادي تكلف بالدري نتاعي والحمد لله يوقف ويتوقف مزيان هو شوف خليه يخلصو راه الدري شوف بلا اجره بلا والو متهم بالله اللي غادي يخلصو هادشي صافي ولا الوالد الدري والله طالع بالقلوب الدري كيبكي راه كيبكي باش بالفرحه كيبكي بالله والله كيبكي راه ما حتاجوش دابا البكاء ديالو راه كان بكى باش كيشحال شحال مره بكى بالفرحه راه بكى بالفرحه ماشي بالفرحه دابا راه البيكالا كيدور عليها مزيان وخربشنا ليه البيكالا اييه ودابا راه كيطلع البيكالا يعني السيد اللي ما كانش كيقضي الاغراض ديالو المرحله اللي ما كانش كيمشي ليه والوزن ديالو كان ما كيشدو الحال نقولوا في الواقع دابا ولا كيدير بيكالا بيكالا يعني ولا كيمشي البيكالا كاين شي زكريا ها ما كاينش كاسيسي واش نقول هاد الناس هذا الناس كيقول لنا كتكذبوا نجيو تشوفوا ها جي برافو عليك قال كلمه زوينه جي وشوف ما تدوش غير جي شوف وهو الله اللي غادي يخلطو قول لي انت الله اللي غادي يخلطو واش انا صاحبك ولا ماشي صاحبي ماشي في خير كبير صراحه ما كنتش كي درت في خير كبير الحمد لله وشوف وكان شوف
وكان في الاول مسكين كان الدري كتاك تمسو كيغوت تمسو كيتالم كتحط يدك هنا كيتالم دابا الحمد لله الوقت كيقاوم شويه الحصه ديالي الحمد لله راه ولا بخير ركب على البيكالا وبخير اكل ثاني ولا ياكل ولا كياكل الحمد لله. مرحبا بك زكريا. مرحبا بك وان شاء الله شوف غتبقوا الدراسه ترجع لي العام الجاي ان شاء الله. ديروا لي واحد السيرش بيك اب انه راه كان عنده مرض وعاودوا باش العام الجاي ما يداش في المستقبل صافي العام الجاي اش مستوى هذا اسمها باكسيزيا. اولا باكسيزيا ان شاء الله. باكسيزيا من المدرسه حتى الى المدرسه كتقرا فمحمد السادس في المدرسه في كازا سيدي مومن. سيدي مومن صحابك كلهم شوف بالنسبه للناس اللي يشوفوا اللي كيقراو في هذيك المدرسه باش يشوفوا هذه الحاله عارفينو وكنطلبوا هاد الاصدقاء ديالك اللي كيشوفوا هذا الفيديو يدعوا معاك والناس المؤسسه يدعوا معاك والاصدقاء ديالك كاملين وراه الحمد لله. قول لهم شوفوا وقول لهم عما قريب غنرجع تشوفونا انا غنرجع لعب الجيش واحد ياك عزيز ان شاء الله ان شاء الله. واحد تفضل تفضل الوالدين الوالدين تفضل سي زكريا. شوف الحمد لله وصلنا لواحد المستوى. هذه شوف هذه ما كانتش كتطلع هذه الرجل ما كانتش كتحرك. شوف حنا شوف حنا وصلنا دابا الحمد لله. شوف ما كانتش كتنام غير كتنام كاع حنا كنديرو غير شوف غير مشد ما كنبغيش ما خرجش ترخى 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 ترخى. هاد الرجل هادي ما كانتش كتنوض لا والو ما كانتش كتنوض. شوف دابا الحمد لله شوف وصلنا لهاد الساعة شوف زاب وحدك زاب وحدك زاب وحدك برافو عليك. ما كانش كتهدو شي بميته ما كانش كيململها لا والو على سيت ما كانش كيتحرك وكان كيململها راه غيكون يمشي للمرحلة الى غير ذلك. السيد ما كان اغراض ديالو الشخصيه كيديرها في السرير ديالو كاينه صحيح والحمد لله. هكا سي زكريا ها كاين الفرق كاين الفرق بزاف كاع الحياه رجعات ديري حتى هي سرحت مع الحمد لله على بركه الله. سي زكريا هبلا هبلا ترخى 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 شوف ترخى دير كيتالم لانه عنده جسد ميت. دابا حنا شوف شويه هيالك وكنمشي معاك شويه الاخوان كنمشيو معاك تدريجيا شويه بشويه زين تنفس تنفس كنمشي معاك تدريجيا كنمشي معاك تدريجيا زين الحمد لله زين يعني باقي السي هشام باقي مع لا شوف هاد الوليد هذا شوف هاد الوليد غنبقى معاه حتى حتى يبرى 100% ان شاء الله. تعال دخل الله معك الله قول يا ربي قول يا ربي يا ربي الشفاء يا ربي الشفاء يا ربي يا ربي صح زيد 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 طلق هذيك السي زكريا مزيان زيد هذيك هي زيد راه شوف راه ولا كيخليني نكمل الحصه راه كان كيمنعني في الاول لا كيبقى يغوت لا علاش ماشي انا كنوعدتو هو كيتالم والجسد ديالو فيما حطيت يدك كيغوت لا لا هنا زين هنا زين سي الدري 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 اش غنقول لك دابا عنده 18 سنه كيوزن شي 17 كيلو سبحان الله يعني يعني ملي كنقول لك فيه 18 عنده 18 سنه والدري كيوزن 17 كيلو راه علامه ديال شنو راه بزاف يعني راه الدري راه ماشي هو لا راه بزاف هذا بزاف يعني يعني بحال مات وحيا عسى رجل منك السي زكريا يعني تعرفوا الحاله ديالو راه صعيبه ماشي حاله عاديه. ها انت شوفوا العظم شوفوا العظم ها هو بحال الجبل ها هو شي مطمطم ها شويه دوك الحمد لله هذا راه بخير والله بخير راه تبدل راه تبدل راه تبدل راه اللي شافو دابا كيقول لك الحمد لله هذا راه انسان تما راه رجع لوين عمو مسكين راه بالفرحه ما ساكتش سبحان الله. سير سي زكريا سير ترخى 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 صح جا جا راه الاشاره الاخوان راه ماشي اللي كنوحدتو راه هو مسكين هو الجسد ديالو ما كيستحملش شي واحد يمسو فين ما حطيت يدك كيتالم. انا دايما ها هو مزيان يخرجوا منه كوتلات مزيان زكريا. انا باي شويه انا باي شويه زيد سي زكريا زيد انا شويه انا شويه صافي صحابك شوف صحابك كلشي كتشوف انا صحابك يتفرجوا خاصك تشجع خاصك يتفرجوا زكريا تشجع
طرخة طرخة لا زيت زوينة حلوة طرق زوينة بدوني أنا وانت الإخوان نشوف رخاك كان كنخدموا معاه بالعقلانية راه ما كان أدوش هاد الوليد كون كان كيتأذى غير وصل هاد النتيجة علاش وصل هاد النتيجة شويه زكريا هو كان يتقعد بحال هكا بشي ما كانش كيتقعد هكا قسمين باش ينوض قسمين يلاه كيدير هذا معجزه الحمد لله والله الا معجزه شوف شوف حنا راه شوف حنا راه غير سبب شوف الله شوف الله مكتاب ليه شوف الله مقسم ليه بانه هو السيد رجع للحياه الحمد لله والحمد لله حنا كنا غير سبب الشفاء ديالو الله هو الكبير الله هو الشافي الله هو الشافي راه واخا مع اشنو يديروا ودمت مع بسم الله راه الله غادي يخلص والله اللي غادي يخلص صراحه والله اللي فيك الله صراحه نفس خويا نفس اما العيب بالصراحه صافي انتش راسك انتش راسك دابا فهاد اللحظه هادي بقى تنفس نفس 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 يلا نفس علينا سي زكريا زيري اول مره شفتي هاد الحاله كيفاش واش غنقول لك فدابا الحاله هذا انا مع شتو قفيه انا ما نسيت الخدمه ديالي نسيت المركز شوف نسيت راه مركز عندي نسيت راه حاله عاديه يعني خديته فكرت فيه شوف فكرت انه ولدي انه خويا بانه حاله انسانيه خاصه الدم ديالك هذا كتشوف هذا الشاب في عمره 18 سنه وباقي مسكين في البدايه ديال الحياه ديالو وكيبان لك صافي السيد صافي بحال الحياه ديالو صافي الدمرات تقلبات راسا على عاقب وغندوزوه لا ما ندوزوش الحمد لله دموع ديال الفرحه اكيد كيمسك ديما كيبكي علاش كيبكي فرحان حياته كتمشات حيت حياته مشات كان ضاع كان ضاع نوض سي زكريا شوف شوف لك ينوض بسهوله شوف لك ينوض راه ما كانش يدير هاد الموضوع هذا. والله كنت غنتقلى الوقت باش يوقف. ولكن كنا كنشدو باش يوقف. دابا الحمد لله راه. ايه دابا زكريا زين؟ ايه دابا زكريا تمشى هو كيمشي بوحدو واقف بوحدو تمشى شو المشي ديالو؟ شو المشي ديالو؟ شو المشي ديالو؟ وسهل المشي ديالو ما شاء الله. زين؟ يا سي زكريا الحمد لله ها الحمد لله بخير ولا ماشي بخير ها بزاف على سلامتك على سلامتك يعني حاله شوف انا كنطلبوا من الناس انهم شوف هاد الدري يدعوا معاه الحمد لله ونقولوا ليه شوف وفي التعليقات نقولوا ليه على سلامتك والحمد لله حنا راه غير ماشي مفخره لي شوف وهذا راه ماشي باش نفتخر براسي هذا راه الحمد لله انا راه فرحان انني كنت سبب الشفاء ديالو ماشي كنعزوا نفوسنا ولا كنزكيو راسنا الحمد لله هذا راه فخر لينا انك لنا سبب الحمد لله فرحنا هذا الوجه هذا وعمو راه هو كيدوي معك حتى هو الله يرحم والدي الله اللي خلقك واخا ما عرفتش كيدوي والله اللي كيخلق الله يبارك مشات في سبيل الله في الدار الحمد لله في بوجهه وكذا وكذا مره كان مشى بحال هكا صراحه ضاع ومشى نقول في الواقع الحمد لله على سلامتك زكريا ها اش تقول لي برخوخ تدراج اللي دار فيه خير كبير الله يجازيه بالخير في الاول ما كنتش نقدر نتمشى برجلي الحمد لله الحمد لله على سلامتك على سلامتك على سلامتك على سلامتك وتحيه لكم وراه الناس التزموا بالحصص والحمد لله وراه هادشي اللي كيفرح وكيفرح امو فرحان الام ديالو وفرح الاب ديالو العائله ديالو فرحانه معاه الدوار كامل الدوار قال لك جيش غيجي عندي ورا العيد والله لا دا ولا نكون معاهم غيجي جيش والله الا غادي يجي تبارك الله انت غتشوف غنقول لك واحد واحد يا الله مرحبا بهم مرحبا بهم كاملين مرحبا بهم كاملين الله يخليك على سلامتك على سلامتك على سلامتك بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على المركز ديالنا فين كتواجد شوف الا تبعتي هادشي اللي غنقول لك راه غتجي عندنا بلا ما تسول حتى شي واحد انت جاي دابا من الدار البيضاء جاي للدرب هذه الدوره ديال المطار هي هذه الدوره ديال المطار على اليمين غتمشي ديشان في اتجاه برشيطة تكمل الطريق ديالك دير رونبوا ديالك وغتكمل نيشان في اتجاه برشيطة هاهي البلاكة ديال برشيطة هاهي ستاسيون بيترومينا الإخوة هي هادي هادي ستاسيون بيترومينا الأولى غتمشي نيشان المقابلة معها القشلة
مابقاش لا ديال الضرو. هيا الاخوان كما كتشوفوا ما تكمل النشان. من بعد الاخوان غتلقاو الرومبو الاولى وغتكملوا النشان عاوتاني. غتلقاو كارفور على اليسر كيف ما كتشوفوا انتم الاخوان كارفور هو اليسر وغنكملوا الطريق ديال النيشان. هنا غادي نلقاو الاخوان ستاسيون توتال. ها هي على اليمين ديالكم انتم غتلقاوها ستاسيون توتال. ستاسيون توتال الاخوان كاين حداها رومبو. هذيك الرومبو هي اللي غدوروا من بعدها على اليسر. هنا غندخلوا للدرو. هانتوما الاخوان هيا الرومبو حنا في المكان ديال الرومبو دابا غندورو على اليسر ما نمشيوش النيشان. بالنسبة للنيشان النيشان اللي جاي من برشيد ندورو على اليسر الاخوان ندخلوا للدرو. غنلقاو بطبيعة الحال هاد قيصرية جديدة هيا بحال مثلا هنايا أتات فني غنلقاو أوسموس غنلقاو كاش بلوس كافي شوب قهوة وغنمشيو للنيشان. ماغي فرونس هنا غندورو على اليمين غندورو على اليمين الإخوان وغنمشيو تقريبا واحد 150 متر ونوصلو للقهوة إلياس. قهوة سميتها قهوة إلياس وغندورو على اليسر الإخوان. غنمشيو تقريبا واحد 30 متر ها المركز هنا وصلنا ليه الإخوان. ها هو الإخوان ها المركز ديالنا مركز برقوق. مرحبا بكم الإخوان.